ختامه كان ختام حافل، كلنا شفنا امبارح القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية الثامنة. خلالها أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي عقب القمة أنه تمت مناقشة الوضع في شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوى المسلحة والتعدي على حقوق السيادية لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب ونقل المقاتلين الأجانب لمناطق النزاعات. أعلن الرئيس اتفاق الدول الثلاثة على ضرورة التصدي لتلك السياسات التصعيدية اللي بتزعزع استقرار المنطقة، بالإضافة للتنسيق مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما يكفل من إجراءات للحفاظ على متطلبات الأمن الإقليمي. خلي بال حضراتكم، احنا يعني شوف كمية الجرائم اللي تم رصها خلال او مناقشتها خلال القمة الثلاثية، وبيتم مناقشتها يوميا، وحجم الزعزعة في أمن المنطقة، كل ده مسؤول عنه طرف واحد. يعني متخيلين حضراتكم يعني كيف تحول النظام التركي لوسيلة للانقسامات والأزمات ومصدر للانقسامات والأزمات بشكل أصبح يعني فعلا مثير للجدل والدهشة في كل المناطق. قبل القمة بثلاث أيام كانت اليونان بدأت حملة دبلوماسية كبيرة جدا لمواجهة الاستفزازات التركية في شرق المتوسط، في تحركات أبرزها كان مطالبة المفوضية الأوروبية النظر في فرض عقوبات اقتصادية على تركيا. كتب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينيدياديس في رسالة للمفوض الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي أن المفوضية يجب أن هي تنظر في التعليق الكامل للاتحاد الجمركي كرسالة لرفض سلوك تركيا غير القانوني المستمر ضد الاتحاد الأوروبي. خلال الأيام اللي فاتت كمان أطلقت وزارة الخارجية اليونانية رسائل للأمين العام للأمم المتحدة، وزراء خارجية أمريكا، ألمانيا، إيطاليا، أسبانيا، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأكدت أن أثينا في رسائلها أن السلوك التركي بيخلق خطر زعزعة استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي، طالبت بحظر بيع أسلحة لتركيا. والغضب الدولي بيزداد طبعا من تركيا خلال الأيام اللي فاتت مع هجوم كبير من زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور روبرت مندينيز على تركيا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودعوته لفرض عقوبات مشددة جدا على أنقرة بعد تشغيلها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400. تحركات اليونان حصلت ردا على استمرار تركيا في أعمالها غير الشرعية في الحفر والتنقيب في البحر المتوسط قبالة جزيرة يونانية في استمرار